صباح الخير استاذ هادي. صباح الخير. بعتذر تاخرنا عليك شوي، وعارفه انه عندك اجتماع طلعت منه لتحكينا، بعتذر على التاخير. اول شيء خليني اخذ راي سريع بموضوع عدم امضاء عدم توقيع المرسوم واحالته الى مجلس الوزراء، وما في قدره اليوم حكومه التصريف عمل. راي سريع فيه قبل ما ننتقل لموضوع الرئيس الحريري وروسيا. اول شيء بدي احيي ضيفتك الست سكارلت وكل المشاهدين. وثاني شيء اللي بدي اقول لك، انا سمعت شوي بصراحه النقاش اللي عم بيصير والموقف اللي اعطيته او المعطيات اللي حكيتها الست سكارلت. لا يمكن بتصور عطينا اياها شوي منقوصه، اذا بتسمحي لي بدقيقتين اوجز لك كيف عم تمشي المراسيم الاستثنائيه اللي هي تعتبر موافقه استثنائيه لمجلس الوزراء. واللي بدي اقول لك انه صار في عشرات وعشرات المراسيم اللي صادره عن مجلس الوزراء او معتبره صادره عن مجلس الوزراء في حكومه تصريف الاعمال. كيف بتمشي الاليه؟ الوزير المختص اللي بده يعمل مرسوم له علاقه بوزارته بيعد مشروع مرسوم يرسل الى رئيس مجلس الوزراء، عم نحكي مشروع المرسوم اللي بده موافقه مجلس الوزراء. يرسل هذا المشروع المرسوم الى مجلس الوزراء، طبعا ما بيقدر يكتب عليه لمشروع المرسوم الأول بعد موافقة مجلس الوزراء. موافقة مجلس الوزراء تعتبر بعد توقيع دولة رئيس الحكومة المستقيلة وفخامة رئيس الجمهورية، ساعتها بينحط موافقة مجلس الوزراء. لذلك كيف بتمشي الأمور؟ البروسيجر بينبعث هالمرسوم بداية من الوزير، بيوصل لعند رئيس الوزارة. إذا رئيس الوزارة بده يوافق على اعتبار أنه كأنه انعقد جلسة، بيكتب على الورقة الخارجية مش على المرسوم موافقة استثنائية وبيبعثها لفخامة الرئيس. إذا فخامة الرئيس كتب موافقة استثنائية بينرد هالمرسوم، بيرجع بينبعث من جديد للوزير المختص اللي أعده، بيكتب رقم الموافقة الاستثنائية تبع رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة على المرسوم. إذا في رأي لمجلس الشورى الدولي بيكتب رأي مجلس الشورى الدولي وبيعد مرسوم نهائي بيمضي بيبعثه لرئيس الوزاره، بيمضي بيبعثه لفخامه الرئيس، بيمضي بيصير مرسوم نافذ وينشر بالجريده الرسميه. هلا بهذا المرسوم بالذات، وهلا واللي بدي اقول لك تتعرفيه ويعني يعرفوا الراي العام كله، انه صار في تقريبا اكثر من 100 موافقه استثنائيه، ما يقارب اكثر من 100 موافقه استثنائيه، يعني صار في اكثر من 100 قرار لمجلس الوزراء طالعين بهالطريقه هيدي. هلا اللي صار بهالمرسوم، الوزير ميشيل نجار اعد مشروع المرسوم الأول، أرسلوا لرئيس الوزارة لحتى يشوف إذا بدهم يعملوا موافقة استثنائية، يعني سافدير إذا بدهم يعتبروا في موافقة جلسة مجلس وزراء عليه. نعم. رئيس الوزارة وافق على المشروع. أنا سمعت بالإعلام قالوا رئيس الوزارة ما وافق. لا أنا عم بعطيك وافق وافق رئيس الوزارة وأرسلوا لرئيس الجمهورية. هون فخامة الرئيس قرر إنه ما يمشي فيه. قال له لا أنا ما بدي أمشي فيه. على طبعا وجهة نظر رئيس الوزارة والوزير المختص انه ما صار في تقريبا 100 قرار مجلس وزراء صادر بهالطريقه استثنائيا، ليش هذا المرسوم ما بدنا نمشي فيه؟ طيب سؤال هون استاذ هادي، يعني هذه صيغه المرسوم اللي محطوطه هي ليست الصيغه النهائيه؟ لا هي دائما بتصير هيك ست سمر، بيطلع اقتراح ايه لا انا بدي احدد سؤالي، اذا ليست الصيغه النهائيه، هيدي الصيغه هلا كنا عم نحكي بالموضوع، هذا المرسوم ما في تواريخ ويعني في خانات غير معبأة بالتواريخ بيضاء، هي تعتبر ثغرة ولا هيدا منه المرسوم النهائي؟ لا 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 رئاسة سمر، أنا اليوم قررت بدي أعمل مرسوم بوزارتي، هلا بالظرف الاستثنائي بعمل مشروع المرسوم، بترك فراغات لأنه ما عندي إياها، يعني أنا فيني أكتب قديش يعني رقم، يعني منا ثغرة، هيدي منا ثغرة، لا مش ثغرة، هي المشروع المرسوم الأول بيطلع بيكون بعد أنا ما عندي موافقة رئيس الجمهورية رقم الموافقة، ولا عندي رقم الموافقة تبع رئيس الوزارة، ولا عندي رأي مجلس الشورى الدولي إذا بدهم يعرض هالمرسوم على مجلس الشورى الدولي، هولي بتركهم شاغرين وببعث هالمرسوم بداية إلى رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية، إذا وافقوا لي بيبعثوا لي كتاب بيقولوا لي هيدي الأرقام تفضل عد المشروع النهائي لأنه أخذت موافقة استثنائية من مجلس الوزراء، عبينا هالارقام كلها سوا، حط رقم موافقه مثلا مجلس شورى الدولي اذا كان بده ينعرض على مجلس شورى الدولي، ورجع ابعث لنا اياه بصيغته النهائيه، ساعتها بيمضي الوزير المشروع المرسوم الثاني، بحط الارقام كلها سوا، بيمضي رئيس الوزاره، بيمضي رئيس الجمهوريه. خليك معي شوي،
جاوبك على لا لا مع كل محبتي واحترامي له وبشكره على هالتوضيحات، بس خليني اقول لك انه اول شيء هيدي النسخه من بعد ما يمضي رئيس الجمهوريه المرسوم بده يروح على الامم المتحده، يعني نحن ما فيك بعد هيدي، في بعض ثغرات هو حاطط إيه بعد بيقول انه منا الصيغه النهائيه للمرسوم. طب ليش بده يمضي قبل؟ لحظه اذا بتصيري لا خليني اقول بعد موافقه مجلس الوزراء في كذا ابيض. طب بعد ما وصلت موافقة رح تجي ولا ما بيقدروا يحددوها الا لما ياخذ الموافقه الاستثنائيه. تفضل استاذ هادي. يا ست سكارلت انت واضح لا وانا واضحه كمان يا ست سكارلت نحن عم نتعلم منك بس لا يا عمي ابدا انا عم بتعلم بالموضوع شوي بالقانون بس طولي بالك هذه شغلتنا اليوميه مشروع المرسوم عم برجع اشرحه يعني صار يمكن ما سمعته بشكل دقيق شو بيصير الوزير لما بيعد مشروع مرسوم اول شيء بعد ما يعني بدي خليني اعطيكم اياها بشكل اهين يلا تكون واضحه اليوم اذا في مجلس وزراء قائم وانا وزير بدي عين مدير عام وتعيين المدير العام بده موافقه مجلس الوزراء انا بعد مشروع المرسوم تبع تعيين المدير العام وبطلع فيه على مجلس الوزراء ما عندي ارقام لانه ما بعرف اذا مجلس الوزراء بده يوافق او ما بده يوافق بينعرض هالمشروع المرسوم على مجلس الوزراء اذا مجلس الوزراء قال اوكي بكتب انا انه في جلسته المنعقده بتاريخ كذا وافق مجلس الوزراء بناء على موافقه مجلس الوزراء بناء بصير في عندي مرسوم ثاني بدي اعمله، المرسوم الاول بيكون بلا كل هالارقام، هذا اللي عم تحكي عنه الست سكارلت، بعد موافقه المبدئيه لرئيس الجمهوريه ولرئيس الوزاره اللي هن ما بيمضوا على هذا المرسوم اللي انا محضره، بيمضوا لي على ورقه ثانيه موافقه استثنائيه لمجلس الوزراء وبيردوا لي المرسوم. ساعتها بطبع مرسوم ثاني بحط فيه رقم موافقه رئيس الجمهوريه ورقم موافقه رئيس الوزاره والتواريخ. وموافقه مجلس شورى الدوله وبمضي المرسوم ساعتها ببعثه لرئيس الوزاره بصير يمضيه هو وبيمضيه رئيس الجمهوريه هيدا المرسوم اللي عم تعرضيه هو مشروع المرسوم الاول اللي بعد ما اخذ موافقه لا رئيس الوزاره ولا رئيس الجمهوريه كيف بده يحط ارقام الوزير اذا ما عنده موافقه مجلس الوزراء عم نرجع عم ندور حوالي ذات النقطة هل في موافقة على مجلس الوزراء ما هيدا ما في بعد موافقة يا ست سكارلت في 100 قرار مماثل طلع لا. يعني بدي أعطيكي مثلا التعبئة العامة بدها موافقة مجلس الوزراء صار طالع 30 مرسوم بتمديد التعبئة العامة اللي هي بدها موافقة مجلس الوزراء بمراسيم مثل هذه المراسيم يا أكيد استاذ هادي أنا فهمت عليك أنا أستاذ هادي أنا فهمت عليك وبشكرك على هالتوضيحات بس هون عم نحكي عن موضوع منه داخلي، هيدا شيء من مسألة منا داخلية، مش إنه مدير عام عم نعينه ولا تعبئة عامة داخلية عم نقررها، هيدا موضوع رح يروح على الأمم المتحدة، في أنت عندك مقابيلك الإسرائيلية والأمريكانية اللي هن ناطرينك على كل يعني هيك فاتحين عيونهم عليك، كيف أنت ما فيك تسمح لحالك تعمل أي ثغرة لأنه أنت عارف إنك عم تشتغل بموضوع دقيق عم بيقول ما في ثغرة خلي قلنا الاستاذ هادي انتم موافقين على هالمرسوم طيب خلينا هلا السؤال الثاني هلا بدنا نقلع بشيء هيدا السؤال الثاني هلا شفنا المشروع الخبريه خلينا نقول القانونيه والدستوريه له جاوب على سكارلات انتم موافقين على هيدا المرسوم انا برايي تعال لك شغله هلا صرنا عم نحكي يعني سكارلت بتصور وفريق السياسي لا انا ماني فريق ولا شيء ومعلوماتي هولي ما جبتهم ابدا لا اذا مفكر من القصر او من التيار ابدا هن ما بيعطوا ولا خبر بهالموضوع انا يعني بعرف موقفك السياسي وانت بتعرفي موقفي السياسي انا طبعاً. انا برايي انه اليوم هذا الفريق السياسي هذا واكيد بنحترم موقفك هذا الفريق السياسي اليوم اللي هو فريق رئيس الجمهوريه بالسياسي ما بده يمشي بهذا المشروع هلا عم يتحجج بحجه قانونيه منا موجوده لانه مارسها على اكثر من 100 مرسوم مارسها، هلا اليوم عم يجي يقول انا ما بدي امشي علما انه اليوم مين بده يجي يطعم بهذا المرسوم؟ العدو الاسرائيلي بده يقدم طعم بمجلس الشورى الدولي بهذا المرسوم، ما فيش حدا جاي يطعم بهذا المرسوم، الشعب اللبناني اذا طلع هالمرسوم ما راح تلاقي واحد جاي يطعم، هلا اذا بدنا ننتقل على السياسه مين قال لك؟ ضلفي بالسياسه خليني اقول شغله بس، بالسياسه هذا المشروع هذا الموضوع اكيد بيحمل وجهات نظر متعدده والموضوع حرام نروح فيه مثل ما البعض عم يطرحوا تخوين وكل نهار كل ما واحد طرح موقف معين مش عاجبنا بدنا نروح نخونه مثل لما طلع غبطه البطرك قال انا بدي اعمل
بدنا نروح الى نلجا الى الدول، صفينا ثاني يوم بدنا نجي نخونه لغبطه البطريرك بنقول صار خائن. هذا الموضوع ما في حدا بتصور بده يبيع موقف للاسرائيلي، ولكن في شكل بالتعاطي مع هذا المشروع. اليوم الرئيس نبيه بري يعطيه الف عافيه، بقي 10 سنين تعمل اتفاق اطار، 10 سنين تعمل اتفاق اطار بمساله تحديد الحدود. طب بنجي نحن اليوم بالسياسه، هلا هون عم بحكي سياسه، نجي نحن بالسياسه بس نبلش المفاوضات بنطلع مرسوم لحتى نوصل لمحل يعني نكون عم نعقد هذه المفاوضات، او بننطر؟ ليه ما طلعنا هذه المراسيم من 7 سنين وثمان سنين ومن 10 سنين؟ هلا بس بلشت المفاوضات نجي بنطلع هذا المرسوم؟ يعني نحن عمليا، يعني نحن عمليا شو عم نقول اليوم للدول اللي اتفقنا معها على اطار المفاوضات؟ نحن عم نقول لهم لهذه الدول هيدي عرقولي حطيناها بالنص حتى نفشل هذه المفاوضات، مش لانه في فريق بالبلد بده يقدم ارض للاسرائيلي، ما في حدا بالبلد بده يقدم ارض للاسرائيلي، لا الرئيس بري ولا الرئيس عون ولا الرئيس الحريري ولا اي فريق بالبلد بيقبل يقدم ربع متر للاسرائيلي. الموضوع هو انه نحن هل اليوم المصلحه الوطنيه تقضي انه نوقع المرسوم اليوم، وشو انعكاسات توقيع المرسوم على المفاوضات؟ اذا كان هذا التوقيع يؤدي الى تعطيل المفاوضات يعني بتكون مش مصلحه البلد، واذا كان هذا المرسوم يؤدي الى الاسراع بالمفاوضات او الى الوصول الى حل لمصلحه لبنان بالمفاوضات، ساعتها نحن بنوقع المرسوم. ما في معيده لحدا بده ارض وحدا ما بده ارض، او حدا بده مياهنا الاقليميه وحدا ما بده مياهنا الاقليميه، عمليه تكتيكيه تقتضي نشوف شو مصلحه البلد تنقدر نحصل هالارض اللي نحن بدنا اياها، نحن لازم تنعمل. وهون بالسياسه مرتبطه هيدي بزياره اليوم المبعوث الامريكي، بالاتفاق الاطار اللي عمله الرئيس بري اللي صار له 10 سنين بيشتغل عليه، ما بنجي بنكب له هلا مرسوم اذا كان هذا المرسوم هو هدفه تعطيل المفاوضات. طيب استاذ هادي، هيدا رايك بالموضوع، راي سريع بموضوع تشكيل الحكومه، زيارات الرئيس الحريري، بس اقل من دقيقه. يعني أول شيء بيان تكتل امبارح، تكتل لبنان الكبير، كان لبنان الكبير ما حكي شيء جديد صراحة، أنه بعدنا على نفس لبنان القصة القوي. بعدنا على نفس القصة، لا بس اليوم في اتهامات طبعا، يعني يحملون الرئيس الحريري كامل المسؤولية أنه أصلا ما بده تشكيل الحكومة، في عملية تمييع، يجهد كل المساعي، يخترع لقاءات ومواعيد، يفتعل مشكلات، يضرب توازنات، ما بده يشكل حكومة، ما بده يتحمل مسؤوليات. طيب شو بدكم؟ نحن بدنا نشكل حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وفق أسس كل الأحزاب بلبنان والفرقاء السياسيين بتصور. ما تقلي حكي كليشيه، اعطيني وين صارت الأمور هلأ. ما عم بحكيكي كليشيه، عم بحكيكي واقع. نحن بدنا نشكل حكومة مثل ما كل الفرقاء بالبلد موافقين عليها دون التيار الوطني الحر، باستثناء التيار الوطني الحر مش دونه، اللي هي حكومة ما فيها تلت معطل لحدا، حكومة أخصائيين وتنطلق من المبادرة الفرنسية، بس يوافق التيار على هذا الحل تتشكل الحكومة، وإذا بقي مصر بده تلت معطل ما بتتشكل الحكومة. نقطع السطر. هيدا كله كليشيه الحكي. هذا طيب. كليشيه؟ ايه انه صارت انه التلت المعطل والنص زائد واحد وما بعرف شو، إذا بده إذا ما بده. لا 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 بدنا حكي جديد، ما في حكي جديد بالإطار. طيب هلا ما حدا ياخذك على محل ثاني ويقول لك القصة دولية وإيران والمفاوضات الإيرانية، ما حدا سألان عنا بلبنان يا سمر، ما حدا سألان عن حكومتنا، وحكومتنا ما بتقدم وبتاخر بالمعادله الدوليه كليا، لا عند السعوديين ولا عند الايرانيين ولا عند الامريكان ولا عند استاذ هادي. عم يخلص وقتي. نحن عم نبوس ايد العالم، نحن عم نبوس ايد العالم تيجوا يساعدونا تنالف حكومه بلبنان، ما كل يوم نكبر قصتنا ونقول الحكومه مدري شو بدها تغير بالمفاوضات الايرانيه الامريكيه، مدري شو بدها تعمل بالمفاوضات الخليجيه اليمنيه. سمعت شو قالت لك سكارلات؟ قالت لك الرئيس الحريري داير عم بيبوس ايدين العالم. لا رئيس الحريري عم يروح لروما لفرنسا انا مع انه الرئيس الحريري يدور ويبوس ايدين العالم كرمال الشعب اللبناني هذا المفتقر من وراء هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه. معلش انا مستعد بوس ايد العالم كلها كرمال الشعب اللبناني. اخر كلام، شو المتوقع زيارة السعودية وثم عفوا زيارة هي المرجوة زيارة موسكو. السعودية هي روسيا. المرجوة زيارة روسيا والفاتيكان، روسيا والفاتيكان، وقد يزور روما أيضا بعد لقائه مع السفيرة الإيطاليين، حكى أنه قد تتوسع الزيارة إلى روما ولقاء المسؤولين الإيطاليين. طيب
يعني خلاصة بشو بده يرجع؟ البلد. أنا بدعي اليوم فخامة الرئيس ودولة الرئيس وكل الناس اللي قادرين يروحوا ويفتحوا يعني يفتحوا نافذة بالجدار اللي مسكر على لبنان لحتى نحاول نتعاون مع كل الدول لمساعدة لبنان، يعملوا مثل ما عم يعمل الرئيس سعد الحريري. مش كل نهار بس يروح الرئيس الحريري على دولة رايح لمصلحة خاصة. شو هالزلمة هيدا اللي عنده مصالح مع روما ومع الفاتيكان ومع روسيا ومع الإمارات ومع مصر ومع ومع، كلها مصالح شخصية؟ شو هالمنطق هذا يعني؟ شو هالمنطق اللي ما بيتصدق؟ شكرا كثير لك على هذه المداخلة نائب هادي حبيش.